السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. أصدر أمس iOS 9 النسخة النهائية والرسمية التي أتيحت لجميع المستخدمين من خلال هواتفهم iOS، سواء كانت آيفون أو آيباد أو آيبود، واستطيعوا التحديث مباشرة بدون الحاجة إلى آيتونز وحاسوب وريستور. ولكن مستعملي الجيلبريك والذين لا زالون يتوفرون على iOS 8.4 وما سبق، يعني 8.4.1 لا يوجد لديه جيلبريك، ف 8.4 و 8.3 والإصدارات التي السابقة لا زال يتوفرون عليها بعض المستخدمين ولديهم جيلبريك، وأنا أحد الأشخاص الذي لا يزال هاتفي يشتغل بiOS 8.4 ويوجد عليه جيلبريك إلى حد الآن، وأريد التحديث مباشرة إلى iOS 9 بدون العملية المعتادة بالريستور لإزالة الجيلبريك من خلال الحاسوب ومن خلال الآيتونز. فسأريكم في هذه الحلقة طريقة التحديث مباشرة إلى iOS 9 دون الحاجة إلى حاسوب أبدا. كيف تتم هذه العملية؟ قبل أن نمر إلى الشرح مباشرة، فالعملية تعتمد على خطوتي. الخطوة الأولى تعتمد على إزالة الجيلبريك بدون الحاجة إلى حاسوب باستخدام أداة CDN Backdoor. تحدثت عن هذه الأداة وهذه الموضوع بالتفصيل في الحلقة 205 على ما أعتقد. بعد التحديث وإزالة الجيلبريك ويعني كأنك قمت باختيار استعادة أو مسح جميع المحتويات والإعدادات، ستقوم بعد ذلك ويصبح متاح لك الإصدار بتحديث مباشرة من الإعدادات بعد القيام بهذه العملية بدون أي مشاكل وبكل سهولة. الآن نمر إلى التطبيق العملي وشرح الطريقة عمليا. لا تبتعدوا كثيرا وابقوا معي، نمر مباشرة إلى الشرح. إذا المشاهد الكريم، في البداية ستقوم بالدخول إلى السيديا والبحث عن أداة سيديا إن باكتور. تنتقل إلى أيقونة البحث من خلال هذا الخيار وتكتب سيديا باكتور كما ترى أمامك. هذه هي الأداة. عند الدخول إليها ستجد هنا زر تعديل وليس تثبيت، تقوم بالضغط على تعديل. بعد ذلك ستجد خيار تثبيت، بعد الضغط على زر تعديل ليس مثل باقي الأدوات تجد هنا تثبيت، فتجد هنا بدل إعادة تثبيت زر تثبيت لأنني قمت بتنزيل الأداة. بعد تنزيل الأداة ستجد أيقونتها في الشاشة الرئيسية في هاتفك iOS كما ترى أمامك. هنا هذه هي الأيقونة، تقوم بالدخول إليها هكذا. الآن كل ما عليك فعله فقط الضغط على Delete All Data أن جيلبريك ديفايس كما ترى. هذه هي واجهة الأداة، فقط عند الضغط على هذه العبارة بالزر الأحمر يجب عليك أن تكون موصل هاتفك الآيفون بالواي فاي أي بالإنترنت، وكذلك أن يكون شحن هاتفك فوق 50% أو موصل بالشحن عبر الطاقة مباشرة أو عبر الكهرباء مباشرة. الآن طبعا ستأخذ منك يعني بعض الوقت هذه العملية، ويخرج يعني كتابة باللون الأبيض والشاشة سوداء على ما أعتقد، فلا يعني لا توجد أي مشكلة، فقط قم بالانتظار حتى يتم مسح الهاتف وإعادة فتحه مرة أخرى، وكأنك قمت بالضغط على هذا الخيار الموجود في الإعدادات إعادة تعيين جميع المحتويات والإعدادات بالضغط على عام هنا والنزول للأسفل واختيار هذا الخيار. ولكن في حال كان لديك جيلبريك، فعند الضغط على هذا الخيار يعني تخرج لك أيقونة الآيتونز ولن يفتح الهاتف أبدا. إذن الآن سأقوم بالضغط على Delete All Data and Jailbreak Device وأعود إليكم بعد اكتمال العملية وفتح هاتفي، وسترى أنه لا يوجد به جيلبريك وأستطيع التحديث إلى iOS 9. إذا مشاهدي الكريم، بعد الانتهاء من عملية إزالة الجيلبريك باستخدام أداة سيديا باكتور كما ترى، تم إزالة الجيلبريك لوجود لسيديا ولا أي شيء. إذا دخلت إلى الإعدادات وذهبت إلى حول ستجد أن الإصدار الذي لدي هو 8.4 كما ترى أمامك هنا 8.4 في الإصدار. إذا ذهبت إلى تحديث البرامج سأجد أن iOS 9 يتم تنزيله الآن، وسأتمكن من تثبيته بعد انتهاء عملية يعني التنزيل هنا بطريقة سهلة جدا، مثلك مثل المستخدمين الذين ليس لديهم جيلبريك. لن تحتاج إلى حاسوب ولا ريستور ولا آيتونز ولا تنزيل ملف IPSW أو الفيرموير الخاص بiOS 9. إذا كما رأيتم مشاهدين الكرام، طريقة سهلة للغاية. إذا كنت تريد الجيلبريك فلا أنصحك أبدا بالتحديث إلى iOS 9، ولكن إذا كنت لا تريد الجيلبريك وتريد تجربة النظام الجديد فيمكنك تحديث جهاز. أنا شخصيا لا أريد iOS 9 لأنه لم يصدر له جيلبريك إلى حد الآن، ولكن وجب علي شرح هذه الطريقة لكم أنتم حتى تستفيدون وتعرفون طريقة تحديث أجهزتكم إلى iOS 9.
ومع هذا أضرب لكم موعد في حلقة قادمة بإذن الله. لا تنسى الضغط على زر لايك أسفل الفيديو وكذلك سبسكرايب يظهر الآن أسفل الفيديو هنا على يمينك، قم النقر عليه قبل إنهاء الفيديو للتوصل بجديد الحلقات الشبه يومية على مدونة العالم الافتراضي. لا تنسى كذلك زيارة المدونات h3vw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.